مرة أخرى يتصدر ميناء المكلا المشهد الاقتصادي بحضرموت بعد إعلان السلطات بالمحافظة تدشين العمل بالخط الملاحي الصيني كوسوكو كثاني خطوط الملاحة العالمية التي تستخدم الميناء، والذي استقبل نهاية الأسبوع الماضي أول سفن الخط الجديد وعلى متنها نحو 100 حاوية محملة بمواد غذائية وأدوات صناعية مختلفة. عملنا دراسة سابقة على تسيير خط ملاحي إلى ميناء المكلا، وأتت الظروف المناسبة هذه اللي ساعدت نحن أن نحن نستثمر. وبحسب السلطات فإن كوسوكو، والذي يحظى بتصنيف عالمي متقدم، سيسير رحلات منتظمة إلى ميناء المكلا عبر نقطة تجميع الحاويات في ميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وربط المكلا بموانئ شرق آسيا وشبه القارة الهندية. خط سيربطنا بميناء دبي مباشرة، وبالتأكيد بموانئ شرق آسيا، وهذا سيؤدي إلى تنافس ما بين الخطين، ونعمل في فتح خط ثالث أيضا. هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة عدد الحاويات في ميناء المكلا، وبالتالي زيادة الحركة التجارية. ويأتي تدشين خط الحاويات الجديد بالتزامن وحديث السلطات بالمحافظة عن حاجة الميناء الذي يتوسط البحر العربي للتوسعة وزيادة عدد الأرصفة ليتماشى والدور الذي بات يلعبه اليوم في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد. نحن الآن جارين على توسعة بعض المساحات الداخلية وتنظيم عمل الحاويات، ولو اضطرينا لأن نستخدم ساحات خارجية، لكن لن نتوقف عن استقبال الخطوط. وكان خط نقل الحاويات MSC قد بدأ قبل 3 سنوات باستخدام ميناء المكلا الذي تأسس عام 85 ليكون بذلك أول خطوط الملاحة العالمية للميناء. بتشغيل ميناء المكلا للخط الملاحي الجديد كوسوكو، فإن هذا سيشجع خطوط الملاحة للقدوم إلى الميناء وتقديم خدماتها، شريطة أن يقوم الميناء بتطوير بنيته التحتية كما يقول اقتصاديون. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.